اليوم أول رحلة إلى تلمسان، إذن فيها رحلتين أسبوعيتين في انتظار برنامج بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية، في انتظار برنامج التصل إن شاء الله. إذن وقفنا على مستوى هذا المطار، فيه تطبيق صارم للبروتوكول المعمول به على مستوى هذا النوع من المرافق. فيه أجهزة تاع الحرارة، فيه وسائل أيضا التعقيم، وأيضا فيه احترام للمسافات فيما يخص القاعات الانتظار.